يا باشا ما عملتش حاجه. انا كنت الصوت مين فيكم هاجر؟ انا. كم سنه؟ 24 31 ونص. دي تم القبض عليكم في حياتك 12 عيل وحاله تلبس. ايه اخوالك؟ 12 عيل ايه بس يا باشا؟ ده هم 9 عيال. التلات عيال دول جم منين يعني؟ فقستهم انا؟ يعني هيكونوا غلطوا في العد مثلا؟ معرفش. يعني مصمم على الانكار. وانت؟ انت متهم بفرنساوي، عارف عقوبته ايه ولا لا؟ سيلفو بلي. نعم يا اخويا؟ كلمنا عربي راح والدك، احنا هنحقق بالفرنساوي؟ ماشي بس انا مش عارف العقوبه. ما طبعا. ما انت لو تعرفوا حاجه عن القانون. طبقا للماده يا اساتذه، طبقا للماده كيمياء؟ لا 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 مش كيمياء، الثانيه الثانيه. الماده فيزياء؟ لا لا مش فيزياء برضه. مين دي؟ يارا مدرسه التربيه الرياضيه. حتى الالعاب بقى ليها دروس خصوصيه. ده انتوا ما سبتوش حاجه. انا ما اعرفش حاجه خالص، هم قالوا لي انت تعالي. فجيت بنت انت لو فتحتي بقك تاني هجيبك من شعرك، فاهمه؟ خلصت. بص يا باشا، احنا بنجمع الاولاد وبنقعد نعلمهم لان دول مستقبلنا المشرق، دول مستقبل مصر يا باشا. احنا بنعمل كده عشان مصر يا باشا، عشان ما نجيش يعني اخر السنه ونلاقيهم جايبين كحكي كحكي كحك. اشرحي لهم كويس يا اختي في الحصه، هم مش هيجيبوا كحكي كحكي كح، ولا يحتاجوا ياخدوا دروس خصوصيه من اساسه. وانت ايه اخوالك؟ انا كنت قاعد بذاكر مع عيالي وكنا بنحل الضفار وهم بتحل. يا اخويا الواجب يا فندم. اخر مره اقولك تتكلم عربي، وبعدين خمسه وكلهم في سن واحد وعيالك ازاي؟ توأم يا باشا. توأم ايه اللي خمس عيال؟ مراتك ارنبه حتى في الكذب مش عارف تكذب. اسكت خالص. بص يا باشا معلش بقى، احنا مش هنتكلم غير في وجود المحامي التالي. السلام عليكم. عليكم السلام استاذ هاجر. ازيك؟ عامل ايه؟ الصوت يا اساتذه. الاستاذ حسن المنفلوطي جنايات جنح اعدام. استاذ حسن المنفلوطي جنايات جنح اعدام وحاضر على المتهمين. يا فندم انت لسه هتتعرف. اتفضل يا استاذ. سيدي القاضي، حضرات المستشارين. قاضي ومستشارين مين؟ انت هنا في نيابه مش في محكمه، لا في لا قضاء ولا في مستشارين. اتفضل. انا اطالب بالافراج عن موكليني بضمان محل اقامتهم. افراج اللي انت بتقول عليه يا استاذ؟ انت قلت حاجه الاول عشان اقول لك افراج. اتفضل طلع على اوراق القضيه بعد كده اتكلم. ركز بالنبي يا استاذ حسن، ما كده احنا فيها كلام مش بطريقتك دي. ما تخافوش مش هتوصل لسجن، ممكن توصل لحبس. يعني الله، وفي فرق بين الحبس والسجن؟ طبعا، الحبس لا يقل عن 24 ساعه ولا يزيد عن 3 سنين، اما السجن لا يقل عن 3 سنين ولا يزيد عن 15 سنه. ماده 19 منه اللي لا علمك قانون يا اخي. يا استاذ انت جاي تترافع ولا جاي تراجع قانون العقوبات هنا؟ اتفضل يا استاذ، دي قضيه وده حرز. ممكن اطلع عليه يا فندم؟ تطلع على ايه؟ بسيطه اهو، 14 مذكره، 7 عربي و6 فرنساوي، يبقوا 13 يا فندم. في ملزمه ناقصه، اثبت عندك. بسيطه، ندور عليها. اهو وزنهم 300 جرام. ايه دفاع سيد القاضي؟ يا دي النيلة. حضرات المستشارين، ان قضية اليوم قضية لن يعرفها البشر منذ ان خلق الله ادم وحواء. ادم وحواء ايه اللي جابهم في القضية؟ يا استاذ انت بتقول ايه؟ انا اعترض. تعترض عليا انا؟ لا جرى ايه يا استاذ حسن؟ جرى ايه؟ بتعترض على ايه؟ هتودينا في 60 داهية. ما تخافوش، اصل النيابه لما بتلاقي المحامي بيعترض كتير كده بيخافوا منه، يقوموا يعملوا له حساب. والله شكلك انت اللي هتودينا الحبل المشنقه. ده هي دي اللي بتتعلقوا فيها؟ هي مرجعه يا اختي. وبعدين في يا استاذ حسن ما تشد حيلك معانا كده، اعمل لنا كده وجنجل وزعق في صوتك كده زي استاذ احمد زكي في شد الحكومه. في ايه يا استاذ حسن يعني؟ انا لما سمعتك بتقول الماده 18 من قانون العقوبات ولا نص الماده 19 سنه 1973، في يا استاذ حسن يعني هتقف انا يعني ولا اعمل ايه يعني؟ ده انت هايله في القانون، ده انت عاوزه موضوع القانون اللي انا مش حافظه. ايه يعني؟ ده انت هايله. الصوت يا اساتذه، انت هتترافع ولا تمشي؟ هترافع يا فندم. حضرتك بتقول ان تم القبض على موكليني وهم في حاله من التلبس، صح؟ صح. فين الاولاد؟ فين الحرز؟ وهنقبض عليهم بتهمه ايه ان شاء الله يا استاذ يا محامي؟ ها يعني مفيش اولاد؟ روحوا، مفيش حرز،
اثبت دوت عندك يا فندم. ثبتنا. نيجي بقى الموضوع المذكرات. وملادي كمان. حضرتك بتقول ان وزنهم 300 جرام. صح؟ مظبوط. ولو حضرتك فتحت الملزمة رقم 19 لسنة 1937 جنايات. تجربت ايه اللي فيها قانون العقوبات؟ انت بتقول ايه يا استاذ؟ عفوا 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 سيدي، اقصد حضرتك لو فتحت الملزمة التالتة صفحة 19 هتلاقيها بيضة فلة شمعة منورة، وبناء عليه الوزن هيقل. فعلا فاضية. لأنها لا تحتوي على مادة علمية يا فندم، وبناء عليه أطالب بالإفراج عن موكليني ما لم يكونوا مطالبين على ذمة قضايا أخرى. رفعت الجلسة. الصوت. بصوا يا أساتذة، عموما بدل ما بتدوا العيال دروس خصوصية وبتاخدوا منهم فلوس والدولة أصلا ما تديكم مرتبات، ادوهم الحصة بما يرضي الله، يمكن تطلعوا عجلة تنفع البلد.